قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا كما أمركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. إخوة الإيمان، اعلموا علم اليقين أن أصدق الكلام كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي سيد المرسلين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، حديثي إليكم عن الوقت وأهميته. الوقت أيها الإخوة المسلمون هو مادة الحياة، وهو أنفس من المال الذي يحرص عليه الإنسان. وتحبون المال حبا جما، ولكن لو علم الناس قدر الوقت لأحبوه أشد من المال. لعظمة هذا الوقت أقسم الله جل جلاله، أقسم به في كتابه العزيز في غير ما موضع من كتابه جل جلاله، أقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت والفجر، أقسم الله عز وجل بالعصر، أقسم الله بالضحى، أقسم الله بالليل، وهذا هو زمن تحصيل الأرباح والأجور بالنسبة لأهل الإيمان، وزمن الشقاء والتعاسة بالنسبة لأهل الإعراب. أيها الإخوة المسلمون، الوقت أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماله
من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. أيها الإخوة المسلمون، المتأمل في هذا الدين يجد أن الوقت له صلة بأركان الإسلام. الحج أشهر معلومات، وقت محدد. الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فاختار الله لهذه الصلاة أوقات فاضلة من يومك وليلك. الصلاة، صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ومن أكرمه الله زاد من قيام الليل حتى تكون له العلاقة بينه حتى تكون العلاقة بينه وبين الله علاقة وطيدة. نعم إخوة الإيمان، والمتأمل في رمضان في وقت معلوم، الصيام لا يكون إلا في رمضان إلا التطوع، أما الفرض فهو في رمضان. نعم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، مرتبط بالوقت. الزكاة كذلك إخوة الإيمان مرتبطة بالحول، وأن يصل المال إلى النصاب، هكذا إخوة الإيمان. ولعظمة هذا الأمر الجليل لا بد من الحديث عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إخوة الإيمان، اسمعوا معي هذا الحديث، هذه الوصية، وهي وصية لأحد الصحابة رضوان الله عليهم، يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية للأمة جميعا، رجالها ونساؤها، صغارها وكبارها. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل أن تأتيك خمس أخر، اغتنم حياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك. أنت في زمن الإمهال، أنت في زمن الإمهال، زور المقابر حتى تعلم حقيقة الحياة، زور المستشفيات حتى تعلم حقيقة المرض. نعم إخوة الإيمان، الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، لا يعلمها ولا يراها إلا المرضى. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك أو قبل سقمك. صحتك، أنت الآن صحيح سليم معافى، تستطيع أن تعبد الله كما أمرك، تستطيع أن تحج، تستطيع أن تقيم الصلاة كما أراد الله. ولكن انظر إلى المرضى، لا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، فضلاً عن التركيز والخشوع. نعم إخوة الإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالمريض يتألم، فالمريض يئن، يعيش مع المرض خارج الصلاة وداخل الصلاة. أما أنت فقد أكرمك الله، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعلم أنك في منحة، واعلم أنك في نعمة، واعلم أنك في سعة. صحتك قبل مرضك، واغتنم شبابك، شبابك قبل هرمك. أيها الشاب المغرور، لا تغتر بصحتك، فهي أمانة في عنقك، فإن أنت أحسنت حفظها الله في الصغر، وإن أنت أسأت أخذت بما عملت في صغرك. نعم، والله عزيز ذو انتقام. إخوة الإيمان، اغتنموا جميعا خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وغناك قبل فقرك. أنت الآن في سعة، عندك مال، تصدق، افعلوا الخيرات، سارعوا، سابقوا، تصدقوا، أنفقوا، ولا تخافوا من ذي العرش إقلالا. أنفقوا يا أمة الإنفاق، أنفقوا يا أمة الإنفاق. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، كل الإنسان، إلا الذين آمنوا ولا يكفي الإيمان وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم اغتنم أخي الحبيب فراغك قبل شغلك، فراغك قبل شغلك. أيها الشاب، لست مسؤولا عن زوجة، ولست مسؤولا
فأنت في فراغ. أين أنت من حفظ كتاب الله؟ أين أنت من إعمال المساجد؟ نعم أخي الحبيب، أنت في فترة فراغ، فحينما تتزوج وترزق بالأولاد المسؤولية. ولهذا قال الله جل جلاله: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. آنذاك الإنسان يكون مشغولا بالأولاد، بلغ الأشد، عنده مسؤولية، ويطلب من الله عز وجل التوفيق والسداد. وأنت الآن في سعة، في فراغ، في غنى، في صحة، بل في حياة. فاغتنم 5 قبل 5، قبل فوات الأوان. اغتنموا يا أمة الإسلام، اغتنموا هذه 5. فمن أكرمه الله عز وجل وأمد في عمره فهذه فرصة ثمينة لا ثمن لها، فلو سئل أحد الموتى ماذا تتمنى يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا كلا، رادعة وزاجرة، لأنه أعطيت له الفرصة، أعطيت له الحياة، وما استفاد منها شيئا. وهيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون. فلنتق الله يا أمة الإسلام، ولنغتنم هذه 5 قبل فوات الأوان. قد قلت ما قلت، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى وشفيع الأنام وبعد. أيها الإخوة المسلمون، لقي الفضيل بن عياض رحمه الله عابد الحرمين، لقي رجلا عمره 60 سنة، فسأله الفضيل، قال له: كم عمرك؟ فقال الرجل: 60 سنة. 60 سنة. فقال له الفضيل: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكلنا كذلك يا صاحب 30، يا صاحب 20، يا صاحب 40، يا صاحب 50، يا صاحب 60، يا من اشتعل الرأس شيبا، يا من رأسه اشتعل شيبا، فأنت تسير إلى الله منذ سنين طوال يوشك أن تصل، يوشك أن تصل. واعلموا هذه الحقيقة، فكل يوم يمضي من عمرك فهو يقربك من أجلك، كل يوم تقضيه من حياتك فهو إذن برحيلك، اعلموا هذه الحقيقة. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعرف معناها؟ هل تعرف تأويلها؟ هل تعرف تفسيرها؟ قال الرجل: لا يرحمك الله، لا يرحمك الله، أي علمني مما علمك الله. فقال له الفضيل: من علم أنه لله راجع، أنه لله وإلى الله راجع، علم أنه عبد لله. ومن علم أنه عبد لله علم أنه موقوف بين يدي الله. ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، وليعد للجواب صوابا. ليس كل الجواب، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال صوابا. فقال الرجل: وما الحيلة يرحمك الله؟ ما الحيلة؟ قال له الفضيل: يسيرة، أصلح
فيما بقي أصلح فيما بقي يغفر لك ما فات وما بقي يغفر لك ما فات وما بقي وإن أنت أسأت فيما بقي تؤاخذ على ما فات وما بقي أيها الإخوة الكرام ما مضى مما مضى فقد مضى أقبل على الله من اليوم نعلنها توبة إلى الله سبحانه وتعالى رمضان على الأبواب ماذا قدمنا من رمضان إلى رمضان وتلك الأيام نداولها بين الناس أعمارنا كذلك أيامنا كذلك إنما نعد لهم عدا ولا يدري الإنسان على أي حال سيلقاه الأجل على رضا من الله أم على سخط من الله إخوة الإيمان اليوم حياة وغدا موت اليوم غنى وغدا فقر اليوم صحة وغدا مرض اليوم فراغ وغدا شغل اليوم شباب وغدا هرم نعم إخوة الإيمان فلنتق الله جل وعلا ونعلم علم اليقين أننا إلى الله سائمون والموت لا يعرف الصغير ولا الكبير نسير إلى الآجال في كل لحظة نسير إلى الآجال في كل لحظة والأيام تطوى وهن مراحل والأيام تطوى وهن مراحل ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل نعم إخوة الإيمان ما أقبح التفريط في زمن الصبا ما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل فيا ابن آدم اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسا قبل فوات الأوان فالموت لا يأتيك إلا بغتة لا يأتيك إلا بغتة قد يأتيك في ليلك وقد يأتيك في نهارك قد يأتيك في وظيفتك وقد يأتيك في بيتك قد يأتيك على هدى وقد يأتيك على غير ذلك فاتق الله والزم الصراط المستقيم يا ابن آدم تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن الليل فهل ستعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ضمة القبر وكم من فتى يمصي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر يا ابن آدم اتق الله واغتنم الفرصة ما دمت في زمن الفرصة اغتنم الفرصة ما دمت في حياة ما دمت في الدنيا أما الآخرة فجزاء بلا عمل والدنيا عمل بلا جزاء وقد جاء جبريل ناصحا للحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد يا محمد عش ما شئت فإنك راحل وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات إنك ميت وإنهم ميتون نعم إخوة الإيمان فلا يركن الإنسان إلى الدنيا وينسى المصير المحتوم وينسى الموت الذي لا بد منه لا بد منه الصغير والكبير سيموت المريض والصحيح سيموت الأنثى والذكر سيموت كل سيموت فلنعلم هذه الحقيقة ولكن من اغتنم الأوقات وعاش كما أراد الله هنيئا ثبته الله عز وجل ثبته قبل مماته أي أن يقيه الله عز وجل الشبهات والشهوات وثبته الله عز وجل عند الموت أي ساعة الاحتضار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويثبته الله عز وجل في القبر حيث الدود والظلمة فحينما يسأل يجيب بكل طمأنينة لأنه عاش على التوحيد وعاش على الإيمان ويثبته الله جل جلاله حينما يقف بين يديه حينما يقف بين يديه أقبل على رب راض غير غضبان ويثبته الله على الصراط حتى يدخله الجنة يدخلوها بسلام من أتى الله بقلب سليم يدخل الجنة
حيث النعيم الأبدي، حيث النعيم الأبدي، لا كنعيم الدنيا الزائل ولا كمتاع الدنيا الزائل. فلنعمل أيها الإخوة الكرام على أن نصل إلى هذه الدرجات. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اغتنموا خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. هذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. نعم إخوة الإيمان، الليل يأتي ثم يأتي بعده النهار ثم بعده الليل، يقلب الله الليل والنهار، ولكن هي أعمارنا تطوى ونقترب من الأجل. فلنتق الله ولنعد إلى ديننا، ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، ونحسن كما أحسن الله إلينا. أيها الإخوة الكرام، إخوان لنا مرضى، إخوان لنا مرضى، وأنتم ولله الحمد أصحاء. فنسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر ألم، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وكل من له حق علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات. اللهم يا ربي لا تجعل هذه الكلمة صيحة في واد ولا نفقة في رماد. اللهم انفع بها القائل والمستمع يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ما كان صوابا فمن الله، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.